مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله وعدنا حضراتكم هنعمل مع بعض المش على أصوله، يعني في مهارات جديدة ولكن خاصة بحضراتكم طلبتها مننا مدام منال. إن شاء الله هنعمله النهاردة. هنقول طريقة لطيفة وبسيطة ونقدر نعمل خميرة من الأساس بشكل بسيط للي لسه عمره ما عمل خميرة مش خالص، عايز يعملها من البداية، وبعدين تبدأوا تدعموها وهنقول برضو بندعمها بإيه وإزاي. طيب هنقول كده المقادير ونتكلم بقى باستفاضة مع بعض. طيب عندنا الجبنة القريش، عندنا طبعا جبنة قريش، وعندنا الملح، كمية من الملح، وعندي شطة، عندي مرتة، مرتة زبدة يعني، وعندي لبن رايب، عندي شرش من الجبنة، عندي فلفل حار مجروش، وعندي طبعا لو في عند حضراتكم الفلفل الشطيطة كمان الأحمر، أنا بحبه جاف وده أحسن، وعندي لو في لارنجة أو شرايح برتقانة يبقى جميل، وعندي حبوب حلبة علشان خاطر الحفظ كمادة حافظة يعني. هنتكلم باستفاضة دلوقتي عن كل حاجة واحنا شغالين مع بعض. عندي طبعا لبن رايب، اللبن ده انا جبته لبن بلدي وروبته. خليني الاول البس الجلافز بقى وابدا ايه مع حضراتكم. الجبنه القريش طبيعي لو احنا بنعملها في البيت، احنا عملنا الجبنه القريش قبل كده بالمنفحه، وممكن بعدين مره تانية ان شاء الله نعملها من غير المنفحه ونعمل شويه اجبان حلوه كده تبقى مناسبه. اللي على المش ده اللي على الجبنه ما تستغربوش، ده ملح هيمالايا، فهو لونه كده لان هو من يعني الملح الصحي. لكن طبعا احنا بنغلف اول خطوه خالص في المش بتاعنا الجبنه القريش، لازم نغلفها بالملح والشطه لو حابين، وفي ناس بتحب ساعات تحط عليهم ايه شويه بابريكا، يعني يبقى ملح وشطه وبابريكا، ده اختياري. انا عملتها بس بالملح الهيمالايا عشان لازم انشف الجبنه كويس قبل ما احطها في المش بتاعي او في البرطمان الازاز اللي انا هستخدمه او في البلاص اللي هي الفخاره او اللي احنا هنستخدمها. طيب بصوا انا عندي لبن هنا، اللبن ده لبن بلدي بس انا روبته، سبته لما راب بره اهو شايفين، وهنا في كمان نسبه زبادي. بصوا اي بقى زبادي بيبوظ عندنا، اي شرش جبنه، اي لبن باظ وراب، عايزه اقول لكم ادي الشرش بتاع الجبنه اللي نزل منها بعد التصفيه. يعني ايه، هنعمل حاجات كده لطيفه مع بعض. تعالوا اول حاجه، انتوا ما طلعتوليش الخلاط ليه يا حبايب؟ طيب ماشي، خلينا نستخدم كده ايه اول جزء. انا هضرب شويه لبن بشويه الفلفل الحار ده. بصوا كده، طيب تعالوا كده ماشي. هاخد الفلفل ده، ده مجفف اللي هو بنجيبه من عند العطار، انا بحبه اكتر لانه بيبقى منه شطه ومنه مجفف ما فيهوش يعني. لو عايزين تعملوا الشطيطه اللي هو الاحمر مفيش مشكله، حضراتكم جيبوه وفرموه في الكبه وضيفوا عليه شويه من الملح، مفيش اي مشكله خالص. وتصفوه، لازم يتصفى خلاص. انا هحط منه شويه هنا، هعمله يعني على طريقتي سريعه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد هنا في الحله دي اللبن ده، لازم لو انتوا جايبينه لبن فريش يبقى لازم ايه تغلوه عشان يبقى معقم عشان ما يعملش دود في المش. طيب هاخد كده شويه من اللبن الرايب ده بقى، هضربهم هنا. خليني بس اخد كده سباتولا لان دول حرام خساره. بسم الله كده. وهنضرب دول كده مع بعض. وهحتاج شويه تاني قرون احطهم في وسط الخليط. معانا مدام منال، يا اهلا وسهلا. صباح الفل. صباح الفل حبيبه قلبي، والله العظيم يعني انا بشكرك على الهوا
وعايزه اقول لكل المشاهدين فعلا انت شيف، يعني مش عارفه اقول لك ايه. حبيبه قلبي تسلمي لي يا رب كل ذوق. انا قاعده عشان اشوف تكاتك كلها واتابعك واعمله، وان شاء الله ابعته لك واقول لك يعني انا عملت نفس الطريقه. ده شرف ليا حبيبه قلبي متابعه حضرتك والله بجد. وصباحك زي الفل، وبقول للاستاذه ندى كل سنه وانت طيبه، اللي كان عيد ميلادها امبارح. تسلمي لي وتسلم ذوقك يا فندم، شكرا لحضرتك جدا. ما نتحرمش منك. صباحك رضا من رب العالمين يا حبيبة قلبي، في حفظ الله يا مدام منال. هطلع بس كده حلة صغيرة، بصوا لأن أنا مجهزة المورتة. طبعا اللي عنده زبدة أحلى مش تعملوه أصلي اللي فيه المورتة بتاعت الزبدة. هناخد الزبدة وهنسيحها، ولما بنرش رشة الملح ونفضل نقلبها بنحتفظ بالمورتة. أنا هاخد المورتة دي هنا، ودي الأساس. عايزه اقول لكم هيبقى يعني مش من نوع اخر. بنشوحها كويس تاخد اللون الحلو كده، المرته دي مهمه جدا. هبدا اضيف عليها الخليط اللي انا ضربته في الخلاط الاول، وطبعا اي شرش جبنه باقي تحتفظوا بيه، اي زبادي انتوا حسيتوا انه عدى الفتره بتاعته، بس ما يكونش زبادي بلدي عفن يعني، لا هو الزبادي بتاع الشركات اللي بيبقى ليه ساعات اكسباير ديت كده، ليه وقت بيبقى انتوا مش هتنفع تاكلوه، احتفظوا بيه. هنحطه في المش، هندعم الخميره، اللبن هيدعم الخميره، في حاجات كتير جدا جدا ينفع ندعم بيها الخميره بتاعتنا بشكل جميل. هاخد بقى كده شويه من اللي احنا ضربناهم دول وهضيفهم هنا على المورتة، الفلفل اللي اتضرب الجاف، الفلفل الشطيطة ده مع المورتة على النار، وهنبدأ نقلب بقى تقليبة حلوة. أحلى حاجة بتتحط في المش أولاً اللارنج، طبعا لو في الموسم بتاعه بيبقى رائع، لانه احلى حاجه مع المش تدي طعم هي قشر اللارنج. مفيش هنحط قشر يوسفي او قشر برتقال، مفيش مشكله. انا ساعات لما ما بقاش فيه لارنج بعمل كده، عايزينهم يغلوا بس شويه. وبعمل بقى حاجه كمان، لما بيبقى عندي شويه جبنه قديمه باخد شويه افرطهم مع الخليط المش ده. يعني ايه؟ يعني انا افرضه مثلا عندي شويه جبنه قديمه، باخد مكعب ولا حاجه بشويه خميره واضربه واحطه مع الخليط نفسه يدعم. في فيديو انا كنت عاملاه على الصفحه برضو، يمكن هو شويه في باين ومتكلمه فيه بتفاصيل، لو حد ما شافش حلقتنا دي يقدر يرجع لها. طبعا المورته اساسيه، يبقى احنا كده استخدمنا المورته. بعد ما خدناها المورته بتتبقى في القاع الحله، بتبقى لونها فاتح او ذهبي. هنبدا نحمص فيها، نحمص فيها لحد ما يبقى لونها بني خالص زي ما حضراتكم شفتوه كده، خلاص. وبعدين ابدا اضيف عليها اللي انا ضربت شويه لبن رايب مع شويه الفلفل الجاف. هنجيب شويه، عايزه هحتاج فلفل جاف تاني يا ولاد، قرون كده. انا بكتفي بس بشويه حبوب الحلبه، ما عنديش مشكله. هنحكي بقى قصه المش دي، لانه ليه قصه كده من ايام القدماء المصريين. عايزه اقول لكم لطيفه جدا. نقلب بس تقليب حلو. عايزه اقول لكم انه زمان لقوا المش ده في مقابر السلاله الاولى في سقاره، فهم طبعا يعني ده كان اول مره يكتشفوه او يشوفوه، يعني ده التاريخ بتاع المش. وكان بيتحط في البلاص، جه من وقتها انه كانوا بيحطوه في حاجه من الفخار، لانهم كانوا عايزين يتجنبوا الطبقه اللي مش مستحبه في المش دي. وعشان كمان هنحكي عن طبق الفخار ده، ليه تنقيه وليه طريقه. الشحم اللي احنا بنجيبه ده الشحم اللي هو البوش بتاع اللحمه، بيجيبوه والبلاص بيتنضف ويتمسح كويس قوي من جوه، ولازم نبص بضوء كويس جواه واحنا بنشتريه، عشان لو في خروم نعرف نسد من بره، نقفل المسام. وبعد ما بنقفل المسام احنا عايزين ان احنا بعد ما ننظفه نجيب الشحم ده. في ناس بتحب تعمله كده، يعني يبقى ني في ني، شحم اللحم
مش شحم العربيه قصدي انا، ده انا هنهار. طيب وبعدين نروح جايبينه بنسيحه على النار زيه زي الدهن العادي، يسيح يبقى زي السمن. اخده واروح منزله الشحم ده في البلاص واقلبه كويس واقفل من جوه جوه، اخليه من جوه بطانه كله بيه، وارمي طبعا اللي هيتفضل ده او هينزل من البلاص خلاص ده مش هيستخدم تاني هنرميه. واسيبه يومين او ثلاثه لما ينشف يشد علشان يقفل المسام بتاعه البلاص. في ناس بتعمل ده بطريقه تانية انها تحط عسل اسود. خلاص بصوا بقى هنبدا نغلي هنا، خليني انزل الرايب. بصوا كمان بسم الله هبدا اضيف شويه شويه. معانا ام اسلام، يا صباح الهنا. يا صباح الفل حبيبه قلبي. حبيبتي تسلم معلوماتك وتسلم ايدك يا حبيبه قلبي. تسلمي يا روح قلبي. المعلومات الجميله دي والله يعني حبيبتي. انا اول مره اسمع القصه دي. يا روح قلبي ربنا يخليكي. تسلمي لي يا روح قلبي. تسلمي يا حبيبتي والله، تسلمي لنا بكل معلوماتك الجميله وحاجتك الجميله. عايزه اقول لك احلى جبن بناكلها من ايدك واحلى مش فعلا انا جربته عندي، مش قادره اقول لك يا روح قلبي قد ايه والله. تسلمي يا روح. بعدين كل ما بيتقل لو عندي شاش زي ما بتقول. ايوه بنحط فيه أيوة. قطع جبنه رومي. أيوة. بحط فيه ممكن مثلا قرون الفلفل زي ما انت حاطه برضو. هنحط تاني ايوه مرطه لو عملت سمنه بلدي بحط الله. فيها انا عايزه انقله هنا عشان النار هنا اعلى طبعا. اي فواضل عندك باقيه في البيت احلى حاجه فيه ان المش ده بيستوعبها. ايوه صح حقيقي بجد جميل قوي قوي. تسلم ايديكي والله. تسلمي. ربنا يبارك لك. الله يسعدك حبيبتي. طب قولي لي انت كويسه؟ بطمن عليكي وعلى صحتك عشان احنا الظاهر امبارح حسدناكي. الحمد لله. انا بسال عليها بعد الهوا لقيتها تعبانه وبطنها وجع، قلت لها يبقى احنا يعني حسدناكي من غير ما نقصد يا حبيبه قلبي. حبيبتي والله ما انحرمش منك ابدا يا رب. ربنا يحفظك ويديكي الصحه والعافيه حبيبتي. والله يعني انا اقول لك الزيتون اللي عملتيه امبارح كان جميل بشكل قد ايه حبيبتي. بجد البرطمان بيتحدث عن نفسه. يا رب سعد قلبك والله. وبالهنا والشفا على اللي هياكله والله. الله يخليك يا حبيبه قلبي تسلمي. هو فعلا الزيتون من ايدك او لما بتعمليه بيبقى حاجه ثانيه خالص يا حبيبي. لا تشتريه من بره خالص. ده تواضع وانا والله بشكرك والله بجد بجد على ذوقك وعلى اخلاقك وعلى كل مشاهدينا. بجد انتوا من الجيل اللي الواحد يحطه فوق راسه من فوق بجد حبيبتي والله. نتعلم منكم بجد الادب والاخلاق قبل اي حاجه حقيقي بجد. انا بقول والله تسلم فعلا يعني مامتك الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. تسلم تربيتك والله. الله يخليك. يمكن انا امبارح والله كلمت شيفي ديان بقول لها بجد والله انا اتعلمت منك ومن شيف عظيمه حاجات قد ايه حبيبتي. مش قادره اقول لك برغم ان انت بنتي في سن بنتي يا حبيبتي. اتعلمت ربنا منك حاجات كتير قوي عظيمه. ربنا يسعد يعني قلبك. انا بقول لك فعلا اسمع على مسمى ربنا يبارك لك يا حبيبتي. كتر خيرك يا ام اسلام. ما تحرمش منك ابدا ولا من اتصالاتك يا حبيبتي. وسلام لكل كرو البرنامج وسلام القناة الاهلي الجميله والنادي الاهلي الاجمل. الله ربنا يخليه لنا دايما كده يا رب. امين امين يا روحي. شكرا ليك يا ام اسلام. ما تحرمش منك يا حبيبتي. تسلمي لي في حفظ الله. شكرا ليك وشكرا لكل المتابعين اللي ما اعرفهمش لاول مره التقي بيهم هنا من خلال شاشه قناه الاهلي. شكرا لحضراتكم. شكرا للاخلاق الراقيه حقيقي. وشكرا للدعوات اللي من القلب بجد يعني دي اهم من اي حاجه في الدنيا حقيقي. بصوا بقى انا عندي هنا باقي شويه ايه من المش، شايفين ازاي؟ هشوف عقبال اهو في مكان الخلاط هاخد شويه من المش ده اللي عندي. هعمل كده مع شوية مية المش دول وهضربهم وهضيفهم معاه. لو ما عندكوش مش مهم، دي خطوة إضافية ملهاش علاقة بالأساس لكن بتدعم. وهجيب بقى البرطمان هضرب دول كده كمان مع بعض. بسم الله. طبعا ده لازم يغلي على النار لما يقصر ويتقل شوية، وأنا في الوقت ده هشتغل في حاجة تانية بس الأول نقفله. بسم الله. قطعه مش من القديم اللي عندي مع شويه ميه المش ده، شويه خميره معتبره يعني هيعملوا كميه ما شاء الله لا باس بيها. ولسه احنا عندنا رايب ولسه هحط اهو الشرش كمان بتاع الجبنه اللي اتصفى منها بعد ما حطيت الملح عليها وغطيتها. خلوا بالكم الشرش ده بيبقى مهم كمان لحفظ الجبنه. ان شاء الله مره ثانيه نعمل حلقه فيها الجبنه ونعمل كمان طريقة حفظ الجبنة بالسنة للناس اللي حابة تحتفظ وبتعمل كميات في البيت من الأجبان.
هقلب بقى واسيب الخليط الحلو ده هنا كده على النار، احط فيه شويه قرون، وهجيب البرطمان وارص قدام حضراتكم. انتوا حاطينهولي فين يا حبايبي؟ تمام، شفتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بفضل الازاز، ما بفضلش البلاستيك. خلوا بالكم الازاز بيحافظ على المش. بصوا قطعه الجبنه بقى بقت ناشفه، وده المهم في الموضوع، تتصفى الميه بتاعتها. لو الجبنه دي فيها ميه مش مش هيبقى ناجح، يعني ممكن يعفي. فاحنا مهم قوي الموضوع ده، الشطه مهمه، وهحط طبعا شويه من الحلبه فيها كده. يعني انا هفترض ان هنعمل برطمان كده كويس. خلوا بالكم المش بيفور، يعني انا لما اجي احطه في البرطمان ما املاهوش للاخر البرطمان من الخميره، لازم اسيب شويه عشان هو بيعلى، وبعد شويه بحتاج ازوده تاني من الخميره. فدايما حضراتكم تحتفظوا بعلبه في الخميره، كل ما يبقى عندكم بواقي جبنه تحطوا جبنه رومي، تحطوا فيها يعني اي حاجه من بواقي البيت، شويه لبن قطعوا اهو. شايفين ازاي؟ معانا استاذ ادري من الجيزه، يا اهلا وسهلا استاذ ادري. اهلا بيك يا فندم. استاذ ادري راح فين؟ انا هو معاك يا فندم. يا فندم معاك. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. اولا بتمنى التوفيق للنادي الاهلي واللي جاي احسن ومش قلقانين. امين يا رب. حاجه، الحاجه الثانيه انت يعني شوف، انت فكرتيني بقى بستي، احنا ناس صعايده. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. فالحاجات دي لما كانت تجينا من الصعيد لمؤاخذه في الزلعه اللي هي ايوه البلاص، خدت بالك؟ وكانوا يبعتوا لنا معاه شويه الشرشي وشويه السمنه السايحين. ايوه. وشويه احنا نقول على البيض كحريت، احنا الكحريت، خدت بالي حضرتك؟ ففكرتني بقى بحته الجبنه الخضراء وشويه السمنه وشويه المش اللي كانوا بيجونا من الصعيد. الله يرحم اهالينا واهالينا واهالينا واهالينا. امين. اللي كانوا بيجيبوا لنا الحاجات دي. امين. ويدي لحضرتك الصحه يا فندم. فكرتني بحاجه ب 50 سنه والله يا استاذه اخلاص. ربنا يديك الصحه والعافيه يا فندم. الحمد لله، وربنا يحفظك بين ايديك يا رب. الله يسلمك يا فندم. والاهلي حديد واحنا وراك يا اهلي. ان شاء الله مفيش مشكله. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله ربنا يفرح قلوب الاهلاويه جميعا يا رب العالمين. شكرا ليك يا استاذ ادري. انا هسيب ده بقى يغلي ويقصر مع بعضه، مش هعمل اي حاجه خالص عشان عايزه ابدا مع حضراتكم في عجينه. انا هقول لكم بقى حاجه، بصوا انا حطيت بس معلقه واحده من حبوب الحلبه الحصى علشان احفظ بيها المش، وعلى فكره هو حتى لو من غيرها هيفضل جميل. في ناس ساعات تقول لك ايه المش بيعمل دود، لا بيعمل دود ده قله نظافه. خليني اقول الامانه، المش مهم جدا. لو انا بعمل برطمان معقم زي ده وحاطه فيه المش والجبنه وايديا نظيفه ومش معرضه لاي سوائل محطوطه جواها وما خدتش بيه بايدي وانا بطلع، ده مهم جدا، كل دي بتحافظ على المش. انا بقى هسيب ده تاثر معانا من هنا لاخر الحلقه، وهقفل البرطمان وهستسمح حضراتكم في بريك، وهنرجع نعمل عجينه فطيره مشلتته حلوه كده عشان يعني ناكلها جنب الايه الاكله الحلوه دي بعد الاستراحه ان شاء الله.